هكذا خياله ملبوس درامته تبوز. لو افتكرتونا طبقيين ايمن عامر ومحمد توفيق، دول اصلا مجانين مهيسين مسيكبين لسعين شاكرين مهللين. مساء الخير، ازيكم يا رجاله؟ الحمد لله. ممكن اخد من وقتكم بس دقيقه واحده؟ اتفضل. طب انا عايز ابيع التذكره دي ب 2 جنيه. ما ينفعش ما هي ب 2 جنيه. لا التذكره ما بقتش ب 2 جنيه، انتوا بتحلموا بقى ب 7 جنيه النهارده. 7 جنيه؟ اه ب 7 جنيه. ليه يا عم؟ مترو بقى ب 7 جنيه النهارده. ليه يعني كده؟ مش لازم تركب مترو تروح بسكوتر. هو احنا نروح الشغل ازاي؟ بعجله. بعجله. بعجله؟ اه. انت الجامعه بتاعتك فين؟ في حلوان؟ في حلوان. طب ما تروح بعجله. طب افرض ان ما عنديش عجله مثلا. اشتري عجله. انت فقير؟ افرض معاش اشتري عجله. اركب المترو ب 7 جنيه. تاخد معيش 7 جنيه. طب انت شايف الحل ايه في المشكله دي؟ طب خلوها ب 7 جنيه ليه يعني؟ طب افرض مثلا اللي معوش ال 7 جنيه يروح مثلا المترو ولا حاجه، واحد رايح شغل ورايح جامعه كده ومعوش مثلا 7 جنيه. طب انت رايك لما كانت ب 2 جنيه كان السعر ده مناسب؟ هو كان لو كان لو كانت بجنيه وغلوها بقت ب 2 جنيه بقت غاليه برضه، بس 7 جنيه يعني غاليه قوي برضه. طب انت شايف لما تروح الشغل مثلا بتاعك او الجامعه بتاعتك او الكلام ده هيأثر عليك؟ هيأثر جدا. طيب انت ال 7 جنيه مثلا دول اللي انت تركب بيهم مثلا المترو دول كنت ممكن تاخدهم كمصاريف مثلا اليوم بتاعك كله؟ كنت ممكن. طيب وانت دلوقتي لما تدفع 7 جنيه في تذكره المترو بتاعك هتلاقي تاكل وتشرب في تروح شغلك؟ يعني هيأثروا معايا جامد. طب ما كده كده هيكلمنا على رمضان، ما انت كده كده هتصوم. طب برضه بعد رمضان هنعمل ايه؟ ما انا عارف. علي في مثلا الشباب بيشتغل في رمضان عادي يعني. ممكن مثلا واحد ما بيشتغلش في رمضان بياخد مثلا كلهم مصروف بتاع 20 30 جنيه، هيصرف ازاي مثلا هيصرف بتاع 20 جنيه مواصلات 30 جنيه؟ يا حبيبي انت ما بتشوفش الاعلان بتاع العجل؟ كلنا عايزين نركب عجل، احنا رياضيين على فكره، احنا شباب ولا انتم مش شباب ولا ايه؟ اه شباب. المسيح كان بيركب عجل يعني عادي. طب مش انتوا رايكم ان الموضوع 7 جنيه كتير؟ كتير طبعا.